دي ان ايه الخير شو بيصير اذا الناس ما انتبهوا ما اخذوا احتياطات الى علاقه بفيروس كورونا الناس بتمرض في منهم بيموتوا الاعمال بتوقف فبالتالي الاقتصاد بيضعف بدول مثل لبنان حيث الاقتصاد اوريدي عاطل بزيد الفقر والفقر بجيب التفكك والتفكك شو يعني يعني ينتصر العدو الصهيوني ابو الصوص كيف فوتت لي هلا العدو الصهيوني بالكورونا غي احكيني حكي يركبوا على الراس حكي مسؤول ولا عم خوفكم وصلنا لمحل إذا لا سمح الله فقدنا السيطرة على الموضوع يعطيكم العافية نحن عم نفتت المجتمع من الداخل هيدا هدف واضح للعدو الصهيوني نحن من دون ما نكون واعيين شو عم نعمل عم نحقق هدف العدو الصهيوني سوري <applause> آه، بعتذر منك ابو الصوص يبدو هيدا هو الحكي المسؤول بس ليك معه حق يعني اذا 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 المجتمع صار عنده سمنه بتنتصر اسرائيل اذا بيدخن بتنتصر اسرائيل اذا المجتمع ما اتقن العزف على البيانو بتنتصر اسرائيل ابو صوص لبنان عايش بكل تفاصيل حياته بمهمه وحده هي عدم تحقيق الاهداف الاسرائيليه والنتيجه شو بما انه في كتير ناس مش رح تلتزم متلك يا عميل يا جاسوس ما في شيء بيحمي البلد الا المقاومه والمقاومة بتعمل كل شيء تشتغل بكل المجالات أنت مثلا سامع بالمقاومة الدبلوماسية ما سامع فيها تفضل عشت تجاوب كبيرة مع الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين سنة 1996 شن العدو الإسرائيلي على لبنان حربا السيد الفقار كان يقود هذه المعركة كان الانتصار في تلك المعركة الذي حصل أن لبنان وسوريا أمكن أن يفرضوا على العدو الإسرائيلي وباتفاق دولي ما سمي في ذلك الحين بتفاهم نيسان مصطفى بدر الدين وصل لتفاهم نيسان حبيبي كان في دولة ومؤسسات ومجلس وزراء ووزراء خارجية وسفرة عم تشتغل لا 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 كله حكي فاضي حكي فاضي تفاهم نيسان عمله مصطفى بدر الدين دخل العدوان الاسرائيلي على لبنان يومه السادس بافق سياسي مسدود الجهود الدبلوماسيه المعطله لم تمنع رئيس الحكومه اللبنانيه رفيق الحريري من المحاوله حاول الحريري بدعم من الرئيس شراك ودول عربيه واوروبيه عبر تفاهم نيسان 1996 اراد الاستثمار بمجريات الميدان لخلق واقع جديد رفيق الحريري كان يسعى الى التنسيق ما بين إرادة المقاومة في الدفاع عن أرض لبنان وعن لبنان وتحرير الأرض وبين إرادة الدولة اللبنانية في الحفاظ على البلد خيي بالحد الأدنى للأمانة للصدق للموضوعية قول مصطفى والدولة مصطفى والرئيس الحريري يعني حد أدنى إنه مثلا لو بقي مصطفى بدر الدين يقاتل لهلا لمبارح لبكرة كيف بده يعمل اتفاق أممي من دون دولة يعني بالحد الأدنى ينقال مصطفى والحريري خصوصا إذا كان مصطفى متهم من قبل المحكمة الدولية بقتل رفيق الحريري طبعا لن يحاكم لأنه انقتل بس أبو السوس ذكرني كيف انقتل الأخ القائد الشهيد سيد مصطفى بدر الدين منذ الأيام الأولى لهذه المعركة في سويريا كان يخوضها كتفا إلى كتف مع الأخ الشهيد القائد الحاج قاسم سليمان سويا معا يفكرون يدوسون يخططون يعملون ينسقون يحبون في الميادين الله وكيلكم الله وكيلكم ما كانوا يفترقوا يعني كتف على كتف ايد على ايد خططوا سوا اشتغلوا سوا اكلوا شربوا اموا مشوا ناموا ظهروا عملوا كل شيء سوا ولك لما قتل مصطفى كانوا سوا روايه إن اسرائيليه تتهم قاسم سليماني بقتل مصطفى بدر الدين نشرت صحيفة هاريتس الإسرائيلية تقريرا قالت فيه أن قاسم سليماني هو من أمر بقتل القيادي في حزب الله اللبناني مصطفى بدر الدين لماذا؟ لأن بدر الدين طالب بخفض وجود حزب الله في سوريا فقتلوه رواية يوسي مالمن بهاريتس هي رواية مش غريبة الهمس بلبنان لم يتوقف منذ مقتل مصطفى بدر الدين حول روايات مشابهة هلا ما حدا بيقدر ياكد الروايه الا اللي عاين جثه بدر الدين او الشهود المفترضين اللي كانوا وقت الحادثه بس الاكيد انه لما انقتل بدر الدين كان معه قاسم سليماني بس آه ليه واحد انقتل وواحد ما انقتل ما بنعرف في الف سبب يمكن حظ يمكن روايه قريت مزبوطه بس لا لا ما بعتقد ما ما بعتقد ده. يعني هيدا مصطفى بدر الدين بالاخر اكيد اسرائيل نحن كنا خلال 24 ساعة من استشهاد سيد مصطفى كنا معنيين أن نعرف بالضبط ما الذي جرى طيب عملنا فحص بمراجعة خلفية العلاقة بالجو العلاقة بحركة الإسرائيليين ما عندنا مؤشر ولا معطى ولا دليل بياخذنا على الإسرائيلي يعني تاخذني على الإسرائيلي غصب عني موضوع موضوع له علاقة بالصدق والحقيقة ويبقى السؤال لماذا لم يتهم نصر الله إسرائيل باغتيال بدر الدين يعني اتهموا إسرائيل بكل شيء من اغتيال رفيق الحريري لسرقة الغيوم الماطرة من سماء إيران كل شيء مسؤول عنه إسرائيل إلا وقت اللي إجا الموضوع لمصطفى بدر الدين قال لك نحن ما بنتهم إسرائيل وهلأ في رواية هاقاريتس اللي بتقول أنه قاسم سليماني هو اللي قتل مصطفى بدر الدين غريب لا إلى اللقاء